يا اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وارجوكم تابعوا الفقره دي لان احنا هنتكلم من خلالها عن مواضيع تهم تقريبا كل الناس، يعني ما حدش ما عندوش مشكله تقريبا. ناس كتير جدا بتشتكي من مشاكل في العمود الفقري، شامله بقى الانزلاقات الغضروفيه، شامله تقوس الظهر، شامله اللي هو الراوند شولدر او الكتف المرمي لقدام، مشاكل في الرقبه. فكل دي حاجات هنتكلم فيها في الفقره دي، وكمان هنتعرف على مجموعه من التمرينات اللي بتقوي العضلات المحيطه بمنطقه العمود الفقري. كل ده هنتعرف عليه مع كابتن مريم محمد وهي مدربه جيم النادي الاهلي. سيدات صباح الفل عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. تعالي نبتدي بالانزلاق الغضروفي لانه حدوته كبيره وناس كتير جدا بيشتكوا منه، فنستاذنك نعرف منك في الاول يعني ايه انزلاق غضروفي. تمام. هو الانزلاق الغضروفي هو احنا عندنا العمود الفقري بيكون بين كل فقره وفقره في حاجه اسمها ديسك. الديسك ده عباره عن اللي هو الغضروف، عباره عن زي مخده. اوكي تمام. عشان الفقرتين ما يخبطوش في بعض. الفقرتين ما يخبطوش في بعض، هي بتكون مخده حاجه طريه كده عشان ايه؟ بتحمي الفقرات ان هي تعمل ايه؟ احتكاك ويحصل خشونه او انزلاق غضروفي في العمود الفقري. يعني هو الخشونه ممكن تحصل كمان في فقرات العمود طبعاً الفقري لأن مش بس مفاصل. لا لا تحصل. أوكي. لان اي احتكاك، اي احتكاك بين فقرات بيعمل خشونه. تمام. طيب احنا ازاي بس نتفادى موضوع الانزلاق الغضروفي؟ تمام. طبعا مجموعه من التمارين، ايا كان التمارين في الجيم او مجموعه من التمارين في البيت، بنبدا ان احنا نعمل التمارين دي عشان نقوي العضلات المحيطه بالعمود الفقري. تمام. كل ما نقوي العضلات المحيطه في العمود الفقري ان احنا بنتفادى الانزلاق الغضروفي. العضلات دي اللي هي عضلات الظهر والكتف الخلفي، الظهر والبطن كمان. هي عضلات يعني انا عندي عضلات اللي هي عضلات منطقه الكور. تمام. من اول تحت الشاست لحد فوق النيه. اوكي. هي كل ده ده العضلات المحيطه بالعمود الفقري. انا كنت فاكر ان هي بتبقى عضلات خلفيه بس. لا، عضلات خلفيه واماميه. أوكي. كمان بالظبط. حلو جدا. طيب نعمل ايه بقى عشان نتفادى هذا الامر؟ اولا في اخطاء كتير احنا بنعملها في حياتنا اليوميه، او بالنسبه للشباب او السيدات اللي بيروحوا الجيم في الحياه اليوميه. مثلا عندنا السيدات لما بتيجي مثلا هتجيب حاجه من الارض فبتوطي بطريقه غلط. أوكي. تمام. ان هي بتنزل مثلا مره واحده او بتوطي خالص عشان تجيب حاجه من الارض، فده غلط. تمام. في برضو طريقه صح هنعملها دلوقتي، ازاي نوطي نجيب حاجه من الارض بطريقه صحيحه ما تاديش ان احنا يحصل لنا اي مشاكل في الظهر. بالمناسبه مريم برضو عشان نوضح النقطه دي للناس اللي بيشوفونا، يعني الكلام اللي احنا هنتكلم فيه والتمارين اللي احنا بصددها او اللي هنشوفها معاكي دلوقتي للرجال وللسيدات. للرجال وللسيدات. اي حد عنده مشكله في ظهره، او يعني مش شرط بس التمرينات دي اللي هيعملها لو عندهم مشكله في ظهرهم، لا. لو حد عادي ما عندوش مشكله في ظهره وعاوز يقوي منطقه الظهر او منطقه الكور ممكن يشتغلها عادي. طيب مريم، اعتبري ابتداء من اللحظه دي ان الاستوديو ده ملكك، عايزك تنتشر فيه زي ما انت عايزه، يعني في اي وقت عايزه تورينا تطبيق عملي للكلام اللي بيتقال اتفضلي. تمام. انا عاوزه بس اتكلم الاول عن الاساليب الخطا اللي بتؤدي للانزلاق الغضروفي. منها ان احنا دايما هتلاقي الناس اللي هم بيشتغلوا في مكاتب دايما قاعدين في مكتب طبعا، فالقعده على الكرسي طبعا برضو بتعمل انزلاق غضروفي او بتضعف عضلات الظهر. وبالظبط احنا بنقضي دلوقتي معظم وقتنا في الشارع وفي السواقه، فده برضو بيضعف عضلات الظهر مع قله التمرين وقله حركه، والوقت اللي بيتفضل ماسكين فيه الموبايلات قدامنا، فده برضو بيعمل مشاكل في الرقبه. حلو. نتحاشى ده كله ازاي؟ بالتمارين بقى. اوكي. نبدا نعمل تمارين. ارجوكي اتفضلي. هتبتدي بأني تمرين؟ عندي أول تمرين. تمام. هحط إيدي تحت الهيب كده. أوكي. خلاص، وهرفع رجلي وأبدأ 1 2 3 4. أوكي. مثلا هعمل 30 ثانية وأريح وأبدأ تاني، أعمل 30 ثانية خلاص وأريح. ده لتقوية عضلات البطن. عضلات البطن بالظبط كده. حلو. هعمل 3 مجموعات في 30 ثانية. تمام. خلاص. التمرين التاني هبدأ إن أنا بس المايكات وقعت من اولها. مايك وقع ثانيه. هو انا مش عارفه احطه فحاول اظبطه. لو عرفتي كان بها، ما كانش حد من الزملاء ممكن يسالها. تمام. هيظبط. اتفضل. هبدا ان انا ارفع رجلي لورا. اوكي. وانزل اب اند داون، اب اند داون. هعمل ثلاث مجموعات في 10 عدات وابدا اعكس up and down up
اند داون. ده الايه بقى التمرين ده؟ التمرين ده للهيب وللظهر بالظبط. اوكي. هبدا ان انا اعمل ايد عكس رجل. 1 وانزل 2 برضو اعمل 3 مجموعات في 10 عدات واريح وهعكس. تمام. في تمرين تاني اللي هو برضو عضلات الظهر او الكور. ابدا ارفع وسطي لفوق وانزل بالراحه، طبعا مع ان انا باخد نفسي الشهيق والزفير. ما حدش يكتم نفسه ابدا وهو بيتمرن. And up and down up and down up and down. اي حد ممكن يعمل التمارين دي يا مريم؟ اي حد ممكن يعمل التمرين، ولا في ناس ما ينفعش يعملوه لو عندهم مشاكل معينه؟ لا لا، اي حد ممكن يعمل التمرين ده، هي تمارين سهله وممكن سهل جدا هي تتعمل في البيت. أوكي. بس برضو انا عاوز اقول حاجه، ان احنا قبل اي تمرين لازم نعمل حاجه اسمها ورم اب او تسخين للماسلز اللي احنا هنبدا نشتغل بيها، عشان ما يحصلناش اي كرامب او حاجه. احنا بنهيئ العضله ان هي خلاص هنبدا تمرين، فلازم نعمل ورم اب ايا كان انا في الجيم او في البيت، لازم اعمل ورم اب قبل ما اشتغل. طب اي تمرين. والتسخين ده برضو ليه اليه معينه ولا اي تسخين؟ لا، هو اهم حاجه بس لو حد عنده مشكله فعلا في ظهره ما يكونش في اي جامبات، يعني اي تمرين في جام لا ما اعملوش. ممكن اعمل ستيب تاتش فورورد وباك، يعني مارش في مكاني. لو انا موجوده في البيت، لو انا موجوده في الجيم ممكن اطلع اقعد على العجله 10 دقائق، وممكن اطلع على التريد ميل 10 دقائق وابدا بعدها ان انا اسخن، ان انا سوري اتمرن مع الكابتن. هو المفروض ان تمرينة التريد ميل او تسخينة التريد ميل بتسخن كل العضلات، مش بس الرجلين. لا، هي بترفع الهارت ريت، فبالتالي بتعمل تسخين لكل بالظبط. حلو. تمام. تمام. نبدا. يلا. تمرين تاني اللي هو هاي بلانك. ده بيقوي منطقه الكور كلها من تحت الشاس لحد النى، وبنثبت على الوضع ده واثبت 30 ثانيه. اوكي. وهنزل. في تمرين تاني للهاي بلانك بس وان ليج، يعني بس ده تمرين يعني عالي شويه، ان هو ممكن ان احنا اللي هم الناس اللي بتلعب رياضه اوريدي تشتغل. لكن الناس اللي كنت فاكر ان البلانك لازم يبقى كوعك على الارض. لا، ممكن في شكل تاني للبلانك وهو الهاي بلانك. اوكي. في البلانك اللي هو على على القلب. يس. وان انا الهاي بلانك. تمام. ان هو الهاي بلانك الوان ليج اللي انا عملته دلوقتي ده اهو، وهثبت 30 ثانيه وهعمل تشينج 30 ثانيه. اشتغل 3 مجموعات في 30 ثانيه. ده للناس اللي هي اوريدي بتتمرن، فهي هتقدر ان هي تشتغل. الناس اللي هي لسه بتبدا من الاول، من اول خالص، يعني ما نصحهاش ان هي تعمل لسه التمرين ده. طب وانت بتعملي البلانك ده، انا شايف ان الايد عندك مفروده على الاخر. لا، هي ايديا مش مفروده على الاخر. بص اهو، متنيه شويه. هي لازم ايدي تبقى متنيه شويه. اوكي. عامه اي تمرين ما كنتش اعمل فيه لوك ولا حتى الرجلين ولا النية، لازم ايديا تبقى فيها حاجه يعني ثانيه بسيطه، اللي هو سوفت ني او سوفت قلبه، عشان ما نبقاش بنحمل على المفصل. ما احملش على المفصل بالظبط كده. ولو برده ماسكه اوزان، ما دي من الاخطاء اللي انا هقولها لحضرتك. اتفضلي. لو انا سايبه اشتغل ديد ليفت، يعني هو عايز يقع. لو عندك جيب ممكن نحطه في الجيب. لا، مش عندي. تمام. اتفضلي. في تمرين هو ديد ليفت، ده هتلاقيه بيشتغلوه في الجيم. الشباب عامه يعني بيشتغلوا باوزان تقيله قوي. فبشتغل بالبوزيشن غلط. اوكي. فابدا انزل اهو بالويت، بنزل بالوزن، ويطلع مره واحده يعمل لوك على اللور باك بتاعه، فده يعمل له انزلاق غضروفي، ان هو بيعمل ستريس جامد قوي على ايه، على الفقرات بتاعه يعني الضهر. المشكله هنا في سرعه الارتداد ولا في ان هو في عمل لوك جامد قوي، ان هو رجع ورا قوي على ايه، رجعش قوي، رجع قوي على فقرات ظهره، كمان شايل وزن تقيل قوي. فاحنا لازم نخلي بالنا كويس ان اي تمرين بنشتغله في الجيم لازم يكون تحت اشراف المدرب، انه يدينا البوزيشن صح عشان نتلاشى الوزن المناسب. والوزن المناسب. ولو بدات ان انا ازود في الاوزان، طبيعي ان انا هزود في الوزن بتاعي. بدانا ان احنا نزود في الاوزان، يبقى لازم تحت اشراف مدرب. المدرب لازم يكون شايفني وهو اللي يقول لي اشتغل ازاي البوزيشن الصح عشان اتلاشى اي اصابه. تمام. تمام. في تمرين تاني بس هو بيكون على الوول، يعني انا هعتبر نفسي في وول ورايا. اللي هو وول سيت سكوات. الحيطه ورايا مثلا. أوكي. وهثبت
30 ثانيه، انا سانده على الحيطه تمام، وهقعد وهثبت 30 ثانيه او اعد 15 عده لو انا مش معايا ستوب ووتش، برده عامل 3 مجموعات في 15 ثانيه. تمام. طيب احنا اشتغلنا كله على اللور باك واشتغلنا على الابس. طيب عاوز اشتغل تمرين يقوي عضله الكوادريسبس. اوكي. سي هو عايز يقع بقى. اهو بفرد نفسي كده على الجنب. كل جسمي ثابت ومشدود. مشدود وابدا ارفع. لك اب and down up and down. تمام؟ تمام. ده بيشتغل معايا على العضل بتاعت الابدكتور. خلاص؟ طيب هعمل تشانج. جسمي مشدود. دي مشدودة. تمام. up and down up and down up and down. وبرده ثلاث مجموعات. ده برده ثلاث مجموعات. ده احنا بنتكلم برده الناس اللي هما بيشتغلوا في البيت يقدروا ان هو يعملوا التمرين ده بس بعد ما يعملوا الورم اب زي ما اتفقنا. اوكي. طيب هبدا ان انا اهو نايمه على ظهري، رجليا مشدوده عليا. اوكي. اب اند داون اب اند داون. طيب انا بشتغل التمرين بسرعه ولا بالراحه؟ لا انا عاوز اشتغل حاجه كده بطيئه خالص. أوكي. ليه؟ عشان احس بالماسلز وانا شغال، يعني كاني مثلا شغاله بمقاومه. ايوه. زي لو انا مش معايا باند اللي هو الاستيك. لو انا لو انا في البيت ومش معايا استيك يشتغل، انا لازم اشتغل بمقاومه عشان اقوي العضله. فانت بتعوضي بالبطء. بعوضها ان انا بحاول ان انا كاني مثلا بزق حاجه لفوق. اوكي. فده بيشتغل معايا العضله. انا يعني اي حد يشتغل التمرين وهو بيزق كده حاجه بصعوبه هيحس بالعضله شغاله. طب موضوع اللي فوق ده بقى لفوق لغايه فين؟ طبقا لمدى مرونتي ولا لا يعني 45 درجه. اوكي. ليه؟ انا عادي ممكن ارفع لفوق خالص بس ده انا ده انت طول ما انا يعني طول ما انا شغاله هنا بالظبط. مش كل الناس ما احنا بنقول 45 درجه. أوكي. كل ما انا شغال حد هنا هحس بالماسلز اللي هي ايه يعني. أوكي. شغاله اكتر وهحس بالوجع اكتر بتاع البين بتاع الماسل. تمام. برضو هشتغل 3 مجموعات في 15 ثانيه او 3 مجموعات في 30 ثانيه لو معايا ستوبوتش، وابدا ان انا اعمل تشينج اب اند داون اب اند داون. اوكي هنعمل تمرين تاني في اللور باك اللي هو البريدج. زي ممكن ان انا احط الرجل بتاعي على الكعب او احط عادي على الارض كله، ده على حسب المتدرب يعني مرتاح في ايه. أوكي. انا ممكن انا ارتاح كده. أوكي. ممكن اي حد تاني يرتاح وهو رجله على الارض. تمام. انا نايمه اب اند داون اب and down up up and down. وبرده بعديها كله ثلاث مجموعات. نبدا بثلاث مجموعات. اوكي. هعمل هولد هثبت 30 ثانيه او بعد 15 بس ببعدها ببطء شويه. ده للفقرات القطريه. ده هولد بالظبط. وانزل واعد تاني 30 ثانيه بالظبط. ده الفقرات القطنيه للظهر. ومش محتاجه اي معدات ولا لا مش محتاجه حاجه. ممكن اشتغل التمارين دي عادي جدا في البيت. من غير اي ادوات، هو المات او السجاده. على ذكر البيت يا مريم، انت ابتديتي كلامك بان في مشكله عند ناس كتير وبصفه خاصه السيدات، يمكن حتى عشان الاعمال المنزليه بالزبط. فكره التوطيه الخاطئه واللي بينتج عنها مشاكل في العمود الفقري وفي الفقرات القطنيه. انت قلتي هتعلمينا ازاي. وده برضو للرجاله، اي حد بيوطي عشان يجيب اي حد عامه. المايك بس معلش ولا يهم. اي حد عامه هيجي يوطي يجيب حاجه من الارض ما نزلش كده. ما نزلش كده. اوكي. ما نزلش كده. تمام. أوكي. يعني اخلي بالي من الوضعيات دي. ما نزلش كده، ما نزلش اتني ظهري كله لتحت، او ما نزلش اعمل كده. طب امال اوطي ازاي؟ ثاني المايك برضه. ثانيه واحده. خدي وقت. طيب انا مثلا هوطي اجيب اي حاجه من الارض اهو. تمام. اهو واشيل. انا حضرتك شفت ظهري؟ انا ظهري ستريت. طب افرضي بقى ان الشخص اللي بيوطي ده ظهره اصلا مش ستريت.
مش احنا كنا بنقول في الاول في ناس عندها مشاكل مثلا راوند شولدر، راوند شولدر او تقوس الظهر، فهو اوريدي حته انه يبقى مفروض مش متحققه. طيب ما هي دي بقى ليها علاج تاني، ان انا اروح مثلا لدكتور الاول يشخص انا عندي ايه بالظبط في ظهري. بعد كده ببدا ان انا اعمل تاهيل. الدكتور هاي يعني في فرق بين المدرب والدكتور، مش اي مدرب هيبقى دكتور. فانا الاول هروح للدكتور، بعدين هيوديني مثلا التاهيل ان هو يعمل لي تاهيل على ظهري او ايا كان الدكتور هيشخص ايه. بعد كده ببدا برضو ان انا اقوي العضلات بحيث ان انا ابدا افرد ظهري. تمام. فاي حد في حاجه ثانيه، معلش، ان الراوند شولدر برضو دي عاده يوميه. طبعا. فانا لو انا في حياتي اليوميه عامه، ما طول ما انا ماشيه ما فكرتش نفسي لا افرد الظهر، يعني طول طبعًا. ما انا لا افرد ظهري، خلي بالك حد يقول لي افرد فرده الظهر لحد عنده راوند شولدرز او صعبه ومتعبه جدا. معلش بس استحمل، ما هو علاجي. ما هو العلاج بيبدا منين؟ من نفس. اكيد صح. فانا لازم انا يعني دايما اعالج نفسي قبل ما اروح لدكتور، انا اعالج نفسي. طب هو فكره ان الواحد دايما يفكر نفسه بانه يفرد ظهره دي كافيه لاستعدال التقويم بتاع العمود الفقري؟ مش كافيه، بس دي بدايه الطريق. لكن انا لو رحت للدكتور ورحت تاهيل وادوني تمرينات وانا خلاص بقيت حياتي او انا مسيستمه نفسي ان انا ماشيه عامله كده، خلاص مش هتتحل. تمام. صح؟ صحيح. فانا دايما اجي اوطي اهو ظهري اهو، رقبتي ما انزلش رقبتي كده، لا دايما رقبتي في مستوى ظهري، بنزل او بجيب الحاجه من الارض وبطلع تاني. اوكي. كده ان انا ما عملتش ضغط على الفقرات وما نزلتش رقبتي، عملت ضغط او شديت فقرات رقبتي، لا انا نازله ستريت ومريحه رقبتي ومريحه ظهري ومريحه رجليا، فمش هيحصل لي اي مشكله. زي الفل. مع بقى شيل الشنط طول اليوم على الظهر، شيل الشنط. والله يا بنت حلال مصف. والله يا بنتي بنت حلال مصف. تعالي بقى عشان احكي لك بقى على كتير جدا من اولياء الامور اللي بيشتكوا مر الشكوى من الشنط المدرسيه اللي ولادهم وبناتهم الصغيرين بيضطروا يحطوهم على ظهرهم كل يوم. دي مشكله. في الرايحه وجايه للمدرسه. نعمل ايه في الحاله دي؟ بس هي دي مشكله، ويعني مشكله في المدرسه طبعا. بس انا قصدي اقول لك لو المشكله يعني فضلت قائمه فخلاص مفيش مفر من ان احنا نخلي اولادنا يشيلوا الشنط اللي فعلا بتبقى تقيله جدا. هي الاولاد يا حبايبي ما بيحسوش بيها دلوقتي، وحياتكم من دلوقتي بيحسوا ومن دلوقتي كله. اصل احنا بنتكلم على اوزان مبالغ فيها جدا في كتير من الاحيان. هل في تمارين معينه للاولاد والبنات؟ ما هو في تمارين بس عشان المشكله موجوده بيها. ما انا بقول لك لو افترضنا ان المشكله غير قابله للحل. احنا كنا بنتكلم في القصه دي امبارح او اول امبارح برضو مع ضيف عزيز كان موجود معنا في البرنامج، وقال لك ان يعني نتمنى ان وزاره التربيه والتعليم تقول قولها في هذا الاطار عشان نحافظ على الشكل السليم والسوي للاعمده الفقريه بتاعت اولادنا وبناتنا. طيب لغايه لما الموضوع ده يتحل، لو مكتوب له ان هو يتحل، نعمل ايه عشان اولادنا يوزنوا ما بين الحمل اليومي ده وما بين ان يبقى عندهم عمود فقري مظبوط؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للاطفال عامه، هما مش بس دي، ده الغلط الوحيد اللي بيعملوه، ده الغلط الوحيد اللي بيعملوه مقدور عليه، ان انت مثلا مع التمرين، هما اكتر الاولاد دلوقتي بتتمرن ما شاء الله. أوكي. سباحه وكوره وفتنس، يعني احنا في الجيم بيجي لنا ناس كتير جدا واطفال. اوكي. لكن المشكله في البيت هتلاقيها من الطفل قاعد على الموبايل. طبعا طبعا جدا. الطفل بيقعد على المكتب بيذاكر. مظبوط. صح كده؟ فهي المشكله كلها مش في بس الشنطه. لو الشنطه مقدور عليها، احنا بنتمرن وهي بتروح المدرسه وتيجي، لكن العادات اليوميه بقى في البيت. يعني دايما نفكر ولادنا بان افرد ظهرك وانت قاعد. افرد ظهرك وانت قاعد. الموبايل ما اقعدش على الموبايل كتير، لو هقعد على الموبايل فانا برضو قاعده، الموبايل هو اللي في مستوى دماغي. مش انا اللي انزل. مش انا اللي انزل للموبايل. اوكي. تمام؟ بس هي دي المشكله، يعني بنحل المشاكل الثانيه ولو على شيل الشنطه سهله يعني. طب قولي لي برضو يا مريم بحكم خبرتك، يعني ايه تاني من الاخطاء الشائعه اللي بتشوفي ان في ناس كتير قوي بيقعوا فيها وبينتج عنها او بتنعكس في صوره اصابات؟ زي ايه؟ هي يعني الاصابات بشكل عام زي اصابه خشونه الركبه، هتلاقي ناس كتير جدا او 90% من الشعب عنده مشكله في ركبته. وشباب وكبار الاثنين. شباب وكبار، ودلوقتي الشباب اكتر من الكبار عندهم خشونه. طب دي برضو ليها حل؟ ليه بقى؟ دلوقتي مثلا الشباب تروح الجيم، اي حد يعني ناس كتير من الشباب عندها فكر ان انا لازم اروح اشيل اوزان كتير قوي عشان اعمل بالك للمسل وابقى جامد جدا عشان ابقى ديناصور. بالظبط. وعاوزها ايه؟ بسرعه. ما احنا ممكن نعمل كده بس مع مدرب وايه بالتدريج. لكن يقولوا لي روح الجيم من غير مدرب ويبدا يشيل في اوزان 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 ويعمل لاج اكستنشن على رجليه ويبدا على ركبته على ركبته على ركبته، جاله خشونه في ركبته. ليه؟ هو
تقلي الوزن اللي على ركبته ده ماشي مع البوزيشن اللي هيعمله اللي هو مش صح، مع ان هو حمل العضله اصلا حاجه يعني فوق طاقتها زي ما بنقول، فبدا يحصل السائل اللي هو الزلالي اللي في الركبه بدا ان هو يحصل احتكاك والسائل ده بينشف، فبدا ان انت بيبقى عندك خشونه. أوكي. بيجي لك ان انت بيجي لك تمزق في العضله الاماميه. يعني ده يرجعنا تاني لنفس النقطه بتاعت ان لازم كل واحد وهو في الجيم، انا بتكلم بالنسبه للناس اللي بيروحوا الجيم يعني، الوزن يتناسب مع القدرات بالظبط مش مع الطموحات. ايوه بالظبط كده، انجاز التعبير يعني بالظبط. وكمان لازم اشتغل مع مدرب، مدرب يكون فاهم. انا ممكن يكون انا عندي الم، والالم ده مثلا ممكن يكون من تمرين اليوم وممكن يستمر معايا، فيكون عندي تمزق في العضله وابدا اشتغل 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 واحمل على نفسي عشان انا عاوز حاطط التارجت معين انا عاوز اوصل. فده بيحصل ايه بقى؟ بيقطع في العضله، بيقطع يعني بيحصل تمزق في العضله. ما ينفعش. طب لازم يكون الاوزان اللي هو مناسبه للعضله وتحت اشراف اشراف مدرب متخصص، كده نتفادى اي اصابه. مع التسخين، لان في ناس بتخش معلش في ناس بتخش من الجيم، اول ما ادخل من الجيم انا جايه ماشي، اول ما ادخل من الجيم ابدا امسك وزن تقيل وابدا اشتغل. ده غلط، ده غلط. لازم اسخن واسخن كويس جدا وبعدين ابدا تمرين زي الفل. يعني بيتهيألي حضراتكم اكيد استفدتوا من متابعتكم للفقره دي. يعني مريم مشكوره، قالت لنا على كتير من الامور اللي تهمنا. احنا بنشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقات جايه باذن الله. نورتينا وشرفتينا. ميرسي، شكرا، ربنا يخليك. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. اتفضل.